بدكم تتعرفوا على بعضكم؟ لا ابدا، لازم انكم تحبوا بعضكم كمان. الحياة رح تختلف كتير إذا هدول الاثنين بيحبوا بعضهم قبل الزواج. وكاران أنت لازم تساعد راجات بهالشي وقد ما بتقدر. هيك بدي؟ إيه هيك بدي. حاضر تفضل. منمشي؟ نمشي. ممنونك كتير. يلا. اشتاقيلي. قلي شو حابب تعرف عن سونا؟ أنا بدي أعرف كل شيء عن سونا، كل التفاصيل. يعني شايف أنا ما بعرف عنها شيء أبداً. ما رح تصدق، بس سونا بتقول للكل إني صديقة المقرب. إيه بس لكون صادق معك، هي كانت تدعمني من زمان كتير، من أيام الجامعة. كان عندها شلة مسميتها شلة سونا، بتضم كل البنات الحلوين اللي عندها بالجامعة، وكل واحدة من هالبنات بدها تصير حبيبتي. طبعاً أنا بعتقد إنه كلهم انضموا لها كرمالي أنا وبس، أو فيني أقول إني رافقت سونا لأنهم كانوا جزء من شلتها. وقتها كنت لسه شاب عادي، كان بدي رافق كل البنات الحلوين، بس لما انشهرت زادوا البنات اللي بدهم رافقوا. كاران لو سمحت احكي لي عن سونا بس لو سمحت. طيب عود. سونا البنت مشهورة بجامعتها، أو شب مشهور. لأنه هي ما كانت تتصرف مثل باقي البنات، ما كانت تلبس مثل البنات، ولا حتى كانت تصرفاتها مثل هالبنات. عندها هواية بس، كانت تتحدى كل شباب الجامعة بمصارعة الأيدي وتخسر على طول، بس كانت تتحداهم. كانت حابة تهزم الشباب شي يوم، هي كان بدها تفوز. بصراحة هي ما تغيرت لليوم، لساتها مثل ما هي من جوا، صدقني. بس لحظة كاران، عم توصف سونا هيك وهالشي عكس مو شايفة تماماً. قلت العكس؟ ماشي، أنا رح فرجي، رح أتحداها بالمصارعة. إذا هي وافقت وقتها أنت رح تشوفها، ورح ترجع فوراً سونا القديمة اللي بعرفها من زمان. صدق حكي بتشوف. حلو ابني، ممتاز، أحسنت، رائع، حلو كتير. شو هالطريقة الحلوة لتساعد؟ أنت بدك تساعد ولا ناوي تفركش هالزواج؟ يا ابني أنت عم بتحاكي الشخص الغلط، عم تسأل شخص غلط عن سونا. استنى، بدك تعرف عن سونا؟ بدك تلفت انتباهها. في طرق تانية، اطلب المساعدة من بريتا، بريتا الوحيدة اللي قادرة تساعدك. وشريستي، بس هي مو هون. بدك تطلب المساعدة من بريتا، بس هلأ اتأخر الوقت، أجلها بكرة الصبح. وانت قوم تعال معي. يلا ماما عم تناديك. فيني اخذ رقم شريستي؟ ببعت لك يا رسالة، الا انه انا اعطيتك الرقم. ماشي، رح تنبسط. سلام. سلام، تصبح على خير. سلام. شريستي. جاكي، خالتي جانكي، خالتي جانكي، قومي فيقي فيقي فيقي، خلصيني. شوفي بنتي تركيني بدي نام. لك خالتي جانكي، قومي بترجاكي، قومي قومي. في إعصار ضرب المدينة؟ لا خالتي لسه ما ضربه، يمكن بده يوم أو يومين بالكتير. شو قصدك يا شريستي؟ أنا عم حاول أفهم القصة خالتي. لا تاكلي هم هلأ، بس بدي أعرف منك شغلة. إذا الأم يعني ضلت لحالة كم يوم من دون ما يكونوا أولادها معها، بيصير شي؟ لا ما بصير. فيكي تروحي وتتركيها، حيكون شي رائع، وأمك رح تكون مبسوطة كتير. هي رح تتخلص من كل مشاكلها بالآخير، لأنه ماشي. كان عندها مشاكل كتير كبيرة بكل حياتها. لهيك بنتي طمني بالك، ما رح يصير شي إذا بتغيبي عنا كم يوم، وإنتي بتضلي تزعجيها لأمك كل يوم وتضايقيها. بس بنتي ليش عم تسألي هاي الأسئلة الخطيرة؟ هيك يعني خطر لي خالتي، من باب أخذ العلم مو أكتر. تمام، إذا هيك مو مشكلة، أنا خبرتك كل شي بدك إياه، أنت استوعبتي صح؟ يلا خلينا نرجع ننام بنتي، تصبح على خير. بس يا خالتي
قومي، ليش بدك تنامي بكير هيك؟ شو بدك؟ أنا لسه ما بلشت أحكي لك ليش ما عم بقدر نام ولا شو اللي صاير معي، صحصحي شوي. قلي لي شو يلي صاير؟ رح أقول لك. ليكي خالتي، أنا بكون بنت، ماشي؟ لك شو بتكوني؟ بس خليني خلص بعدين أحكي. قصدي بأنه أنا بكون بنت، بس أنا ماني خايفة من أي حدا بالحياة ولا حدا. بس فكري، بلكي شي حدا فائد وعيه ومجنون أو واحد قليل أدب هجم علي، شو وقتها؟ ما في غير احتمالين، يا أما أنا أكيد بقدر أضربه، يا أما رح خاف منه كتير. ليكي، إذا أنا ما خفت منه فأنا واثقة بإني رح أضربه لحتى يزرق ويمكن أقتله كمان. صدقيني. بريتا، أنا واثقة إنه أحفاد اللي جايين عن قريب رح يطلعوا بيشبهوا كران. أنتي حامل بيتهم، أنا كتير مبسوطة مبسوطة. بس بصراحة بريتا دمي. شو بكي خالتي؟ شربتي شراب السعلة تبعي؟ شو هاد اللي عم تقولي؟ لكن شو الجنان اللي انت عم تقولي؟ بس يا خالتي جانكي، هذا ابدا ما نجنان، انا كنت عم شاركك بشو حاسه هلا وبس. خالتي ليكي، اذا انت بتكوني معي اكيد انا ما رح خاف وقتها ورح تزول مخاوفي، واذا انت كنتي بصفي فانا واثقه اني ما رح خاف من اي شيء، رح يصير عندي شجاعه على واجه الخطر. انت فهمتي قصدي؟ ما بس ليش بدك تواجهي الخطر؟ خالتي جانكي، لأنه أنتي وأنا نحنا رح نروح هلأ ونقابل بريتا مطرح ما أنا هي. وطبعاً إذا أنا بسافر لحالي بالليل فرح يكون هالشي خطر علي، صحيح؟ خالتي ما في داعي أنتي تقلقي، لأني أنا رح ضب الشناتي بدقيقتين، جهزي حالك بسرعة رح نطلع دغري. إيه؟ بنتي أنتي لازم تخبري أمك بالأول، لازم نخبرها. لا 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 خالتي جانكي، لا تقولي لأمي بترجاكي. ليكي، أنا ما بدي إنكش عش الدبابير بإيدي، ماشي خالتي؟ خلص أنا أخذت قرار إني روح، ورح روح فوراً لعند بريتا، وأنتي لازم تجي معي، ماشي؟ يلا أمشي. شريستي قومي خلصي. هالبنت بدها توقعني بورطة. سارلا ماما، جبت لك حفيدك لعندك. شو صاير؟ متضايقة لأني عم أقضي كل الوقت مع بريتا مو معي؟ أكيد لا، ما بتضايق من هيك شي، بدي إياك تنتبه على بريتا وبس. ماما ليكي عم يكذب عليكي، هو كان مع رجات وما كان مع بريتا. بابا شو؟ ما كنت معه؟ اللي ما كنت معه كنت معه، بس شو؟ بلا بس انت كنت معه صح؟ اعترف بهذا الشيء، من شوي لقطك معه. لا تصدقي يا ستي، هو بس بده يعيط علي. عيط؟ يا كران انا كان بدي عيط عليك وقدام رجات، بس طبعا لا، ما حبيت خجلك قدامه ولا قدام العالم، انت رجال متزوج ومو صغير، فما حلو عيط عليك، بس انت اللي عم تعمله مو مزبوط، لازم تدير بالك على بريتا، تركتها لحالها وطلعت، اللي ما انا خجلان من حالك؟ ليك يا ابني، انت غلطت صح؟ وبتستاهل العقاب. عمل 10 مرات تمارين ضغط، يلا يلا شو؟ بسرعة ايه؟ قوم نفذ أمر حبيبة قلبك.